ليش يعني زومبا؟ لأن الزومبا حياة، الزومبا فيها روح وفيها حماس وفيها طاقة. على وقع الموسيقى متعددة الإيقاعات شرقية كانت وغربية، ووسط أجواء تملأها الحماسة تشرف سجود على تدريب عشرات الأشخاص على رياضة الزومبا في إحدى قاعات اللياقة البدنية، حيث تحرص ومن خلال هذه الدروس على بث ثقافة الزومبا والتي تعتبرها رياضة راقصة مثيرة وممتعة بكل ما فيها من تنوع وتجديد. زومبا هو نوع من التدريب الأوروبي، بتضم حركات من العالم اللاتيني، حركات مبنية على رقص لاتيني، أغاني غربية أجنبية عربية كمان. بشجع هالرياضة، أنا بلاقي حدا يتابعها على اليوتيوب، بلاقي بحضرها فيديوهات، وبلاقي بكلوا اللي بدنا نعملها، بشجع هالرياضة. كل رياضة منيحة، حتى لو كانت أي نوع رياضة، أي نوع رقص فيه حركة ومفيد للإنسان طبيعي. منذ الصغر أحبت سجود هذه الرياضة التي تنحدر من كولومبيا وتعلقت بها، لذا قررت احترافها وأصبحت أولى المبادرات إلى تعليمها في الوسط العربي، إلا أنها واجهت الكثير من العراقيل والانتقادات كونها شيئا جديدا وحديثا، لكنها أبت إلا الاستمرار والمتابعة. إقبال في البداية كان صعب، كان صعب في البداية تتقبلوا شو يعني الزومبا، تتقبلوا المدرب. درس سجود مميز جدا، دائما عندهم المدربات، عندهم باك المدربات، دائما فيه حماس، دائما فيه طاقة حيوية رقص. عالم الزومبا بالنسبة للسجود فن، متعة ومهنة، وترى سجود بهذه الرياضة خير وسيلة لخلق لغة مشتركة بين الوسطين العربي واليهودي، نظرا للإقبال المنقطع النظير عليها.